أهلا ومرحبا بكم متابعي وزوار قناة عنده المعلوميات، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله عدنا ليكم النهاردة بطريقة إزاي إنك أنت تقدر تاخد 2 جيجا من تطبيق ماي أورن. إن شاء الله الطريقة سهلة وإن شاء الله الكل هيستفاد، بس في الأول لازم تحضر الفيديو من أوله لآخره عشان خاطر تقدر تستفاد وكده. في الأول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. بعد كده عشان ما نطولش على حضراتكم يا جماعة، نخش في تطبيق. أول حاجة يا جماعة، لو أنت مش منزل تطبيق ماي أورن محتاجين إن احنا ننزله. أنا مش منزله، فأنا هتابع مع حضراتكم طريقة التنزيل إزاي. أول حاجة يا جماعة هنفتح بلاير، وبعد ما هنفتحه هنكتب هنا ماي أورن. هيجيني التطبيق بالشكل ده، تثبيت ماي أورن، هدوس تثبيت. هنتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا. وكده يا جماعة البرنامج بيثبت معانا اهو، وصل 12 19 26 31. كده البرنامج خلاص هيثبت معانا اهو، ننتظر لحظة بس البرنامج ينزل معانا. ننتظر لحظة يا جماعة، البرنامج اهو بدأ ان هو ينزل معانا. خلاص قرب ينزل اهو. كده البرنامج يقول لك جاري التثبيت، يعني كده خلاص البرنامج المفروض ان هو كده هيثبت معانا. كده البرنامج يا جماعة خلاص ان هو بيقول لك جاري التثبيت، يعني كده ان هو خلاص بدأ يثبت. كده البرنامج اهو بدأ ان هو يثبت معانا. بعد كده بيقول لك تم التثبيت، وبعد كده بيقول لك فتح. ما ينفعش ان افتح التطبيق يا جماعه وانا من فوق كده مشغل الواي فاي، عشان خاطر برنامج يفتح معايا وكده ويفتح بشكل كويس، لازم ان انا اكون قافل الخط. يعني سوري يا جماعه، اكون قافل الواي فاي عشان خاطر اقدر ادخل على الداتا بتاعه الخط واقدر ان انا استفاد بالعرض عشان خاطر التطبيق يفتح معايا. هقفل زي ما انتم شايفين، هقفل واي فاي وهفتح بيانات الهاتف معايا. كده هي بيانات الهاتف مفتوحة يا جماعة. وبعد كده هدوس البرنامج فتح. سوري يا جماعة، هندوس فتح البرنامج. لحظة واحدة، كده البرنامج شكله معانا يا جماعة اهو. بيقول لك اختار اللغة، هختار اللغة العربية، وتقدر برضه تختار اللغة الإنجليزية، هختار اللغة العربية. كده البرنامج بدأ يثبت معانا اهو. هدوس اوافق وارغب في الاستمرار. هل توافق على منع اذن الوصول الى موقع هذا الجهاز؟ هقول له سماح. بيقول لي كده ان انا دلوقتي المفروض ان هو التطبيق يشتغل معانا اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. انا كان عندي رصيد 3 جنيه 27 قرش. بعد كده يا جماعة هدخل في الانترنت اشوف الباقة اللي ضافها لي، ضاف لي ايه. بص يا جماعة، انا لست مشتركا على اي من باقات الانترنت. في حالة الاتصال بالانترنت سوف تتم محاسبتك بنظام الدفع حسب الاستخدام. يعني دلوقتي اولا انا ما عنديش باقات انترنت. بعد كده بيقول لي انت الان مشترك في انترنت مجاني، القيمة المتبقية 2.9 جيجا بايت، تاريخ الانتهاء 13 ابريل 2020. بعد كده يا جماعة بيقول لي ماي اورنج، هدية ماي اورنج، القيمة المتبقية جيجا، يعني 2 جيجا الا 5 من 10. حجم الباقة 1.2 الى 5 من 10، يعني 2 جيجا، بس انا استخدمت 5 من 10 دي يا جماعة. بيقول لك تاريخ الانتهاء 11 ابريل 2020، يعني انا كده اضاف ل 2 جيجا والباقه شغاله معايا والتطبيق كده شغال معايا يا جماعه. وجاب لي رساله برضو هوريها لحضراتكم. هدخل في الرسائل، جاب رساله بيقول لي ايه، مرحبا بك في اسرع شبكه انترنت 4G، يمكنك الان تنزيل تطبيق ماي اورنج عن طريق الموقع، ضاف الموقع لمتابعة استهلاكك والتحكم في خطتك.
المهم يا جماعة، الرسالة دي مش مهمة عشان ما نعطلش حضراتكم على وقت الفيديو. بيقول لك شكرا لأنك بتستخدم ماي أورن، تم إضافة 2000 ميجا هدية من ماي أورن صح لحتى 4/11. احصل على المزيد من الهدايا كل ما تستخدم تطبيق للاشتراك في باقة جو أو شراء باقة إنترنت إضافية للشحن بكروت الإئتمان أو الفواتير. بيقصد إيه بالكلام ده يا جماعة؟ بيقصد إنك أنت طول ما أنت محمل تطبيق ماي أورنج كل يوم، يعني أو مش كل يوم، كل فترة كده هتلاقي الشركة بتدي لك 2 جيجا تقدر تستخدمهم نت. أنا ما عنديش أي باقات، وبتقول لك الشركة تقدر إنك أنت لو محبتش إنك أنت تشحن من فوري، تقدر من خلال الفيزا كارد تقدر تجدد الباقة. بس ده مش موضوعنا يا جماعة، احنا النهاردة كنا بنشرح ازاي انك انت تقدر تحصل على 2 جيجا من ماي اورنج. يا رب يكون الشرح عجبكم. كان معكم اندرو من قناة اندرو المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.